إسراء الجعابيس، أنا بحاجة ماسة لإجراء العمليات لأتمكن من القيام بأمور الشخصية البسيطة، والإدارة هنا تماطل دائما، وضعي يسوء يوما بعد يوم، كل يوم أنظر إلى المرآة وأتألم بصمت، فأنا أشعر بالخوف من وجهي عندما أنظر لنفسي بالمرآة، فكيف بالآخرين؟ وماذا يقول ابني عندما يراني؟ هل يشعر بالخوف مني؟ آلاف الأسئلة تمر برأسي كل يوم ولا أجد لها إجابة.